وصفتنا النهاردة من كبدة الدجاج، وصفة جديدة وجميلة خالص. لو جربتيها من حلاوتها هتعمليها كذا مرة ورا بعض. معانا 400 جرام من كبدة الدجاج، يعني حوالي نص كيلو او اقل شوية. اول حاجة هنقطع كبدة الدجاج لقطع صغيرة. طبعا انا شطفتها شطفة بسيطة جدا وصفتها كويس من المية الاول. كده خلاص انا قطعت الكبدة كلها، هفضيها في طبق عميق. بعد كده هضيف ليها باقي الاضافات. هنضيف للكبدة نص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وثلاث معالق كبار من دقيق الذرة. دقيق الذرة ده بتاع البسيسة. دقيق الذرة ده فيه قيمة غذائية عالية واصح من الدقيق العادي، وما ينفعش نضيف لها دقيق عادي. وهنضيف كمان بيضتين، بعد كده بمعلقة نقلب المكونات دي مع بعض بالراحة خالص عشان الكبدة ما تتهريش. بعد كده هنضيف ليها بصلة متوسطة مبشورة، ممكن تكون مقطعة في الكبة قطع صغيرة او مبشورة على المبشرة. اهم حاجة ان البصلة تكون ناعمة جدا. بعد كده نقلبها بالراحة خالص مع الكبدة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنستخدم طاسة هنحطها على العين الصغيرة بتاعة البوتاجاز، ونوطي العين شوية، ونحط في الطاسة دي اقل من ربع كوباية زيت، وهناخد مقدار معلقة من الخلطة اللي عملناها وننزلها في الطاسة زي ما انتوا شايفين كده، وهنفردها بالمعلقة شوية على شكل قرص او دايرة زي ما انتوا شايفين كده. وهنسيبهم حوالي 4 دقايق او 3 دقايق عشان يحمروا ويستووا من تحت. بعد كده نقلبهم على الناحية التانية، وبعد 3 او 4 دقايق كمان نشيلهم من الزيت على طول ونرصهم في طبق التقديم. طريقتها سهلة جدا زي ما انتوا شايفين كده، وكمان مكوناتها بسيطة جدا وبتدينا كمية كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، وكمان طعمها جميل جدا مختلف عن طعم اي كبدة كلتوه قبل كده. ولا تقولولي بقى كبدة عادية بلدي او كبدة اسكندراني او كبدة مقلية او كبدة فراخ، دي طعمها مختلف تماما. ممكن نعملها كبديل للبرجر وكبديل للبانيه، وكمان كبديل للكبدة البلدي. وبس كده، أتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها. وبالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.